الناس فقدوا الثقة في الوطن ككل. أنا بغي نقول لكم الإخوان هذا الشيء اللي كتقولوا نقولوا أنه صحيح، هو ماشي صحيح، وماشي صحيح 100%. وخا الناس كيتلاحوا في البحر باش يمشيوا لأوروبا، راه كاين الناس اللي كانوا خدامين هنايا ومشاو لأوروبا. ملي تيكون عندك الله يرحم الحسن الثاني قال لك لا فيترين اوروبيان، الدول الاوروبيه الاخوان اللي استعمرت العالم 5 ديال القرون واستفادت من ثرواته ومن تقدمها العلمي ومن ودارت واحد الحياه، انت ولا راسك تعجب اللي حنا ما مشيناش لاوروبا وبقينا جالسين في بلادنا. ولكن كيفاش شنو خصك انت دير دابا؟ هذا هو السؤال، باش تقنع الناس يبقاو في بلادهم بعد ذلك، حيت هذوك اللي مشاو كان فيهم اللي اقتنع باش يرجع لبلاده، وبزاف ماشي شويه، وكاين اللي يرجعوا بطبيعه الحال. لهذا خص الاخوان ديالنا يعني، وثم انت كسياسي ماشي مطلوب منك تقول لي راه الناس فقدوا الثقه، شنو خصك انت دير؟ انا جيت لعندكم بكل تواضع قلتها لكم ديك النهار، قلت لكم الجيل اللي مشى انتهى، وحتى انا خصني نمشي في حالتي. انتوما دابا اللي غطح عليكم المسؤوليه، شويه الافكار ديالكم والاراء ديالكم باش هذا الشيء ما يبقاش. هذا راه ماشي كلام سهل، وانا ملي تكلمت معكم في الاول على الاساس اللي كان نظن انه قمين بان يلهمكم به الله سبحانه وتعالى الصواب، باش غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم ديروا بحال هادشي اللي درنا ولا اكثر من هادشي اللي درنا. حنا الاخوان شنو كنا بالسلامه والعافيه؟ حنا في 1988 فيما اذكر درنا احصاء ديال الحركه قبل ما نمشيو للحزب، شحال لقينا ديال الاخوان؟ ديك الساعات كنت انا هو الرئيس، شحال لقينا ديال الاخوان؟ لقينا حوالي 10,000 واحد، 8,800 فيما اذكر، او 9,000 شي حاجه بحال هكذا. شحال فيهم اللي كانوا من قبل من 86 ولا من قبل من 84؟ لقينا بين 300 و400 واحد. فكروا مزيان، دابا كنقول لكم غنحيدوا لكم الشلاضه، كاين الوقت اللي جاو عندي الاخوان للدار كلاو الخبز والبلبوله، ومعظم طعام اخواننا كان العدس واللوبيا والرز. انت تقول لا، دجاج البلدي تا جا بالاله من كيران، لان ملي جيت انا وبديت كندير المخيمات الاخوان اللي كانوا كيمشيو معايا كانوا كيثقوا فيا وكيعطيوني الفلوس. باقي عقل واحد الاخ الله يذكره بخير سميتو الزناي عطاني 6,000 ريال، وكنت كنشري اللحم للاخوان والدجاج البلدي والعجب العجب، وكنكمل المخيمات وكيبقاو عندي الفلوس. هذا الشيء اللي خاصكم دابا ديروا بحاله ولا احسن منه. ما دابا الاخوان قال لك الدولة يجب ان تكف عن مضايقة اعضاء العدالة والتنمية والشبيبة. طيب شنو بغيتي نقول لكم؟ نقول لكم يجب ان تستمر في المضايقة؟ طبعا انا متفق معكم خصك الدولة تكف. واحد النهار قالوا للحسن الثاني الله يرحمه، قالوا له الى ولدك دابا جا ولقى الامور سهله وداك الشيء، قالوا الى لقى الامور سهله كل شيء غيمشي بحاله. دابا الاخوان بغيت نسولكم، قلتي وحنا ظنينا مع 8 شو تنبير 2021 غادي يوقفوا هاد المضايقات ياك؟ دابا كيضايقكم لاش؟ ها الكلام تيشوفوا باللي نتوما غاديين في واحد الطريق اللي كيحاولوا هما يوقفوها باش ما تعاودوش تحققوا داكشي اللي حققتيه في 2011 و2015 و2016 و2002 و1997.
هذا الاخوان هذا اش كان كيقول لكم السي بالله يرحمه الى عقلتي راه هادشي مسجل راه كاين تسجيلات كان تيقول لكم الا شتيوهم ما بقاوش كيديروا لنا هذا الازعاج خاصكم تشكوا في ريوسكم عقلتي وعلى هذا الكلام ولا نسيتيه ولهذا كنعاود واحد النكات كيظهر ليا ما كتسمعوش ليا محاها فداك نوادر جوحة الكبرى كان واحد القصة قال لك جوحة دخل واحد النار للحمام وبدا كيغني وعجبو الصوت ديالو خرج قال الجماعة قال لهم انا اللي غنبدا نودن لكم راه عندي واحد الصوت ممتاز قالوا له تفضل طلع يودن أذن بصوت شنيع ملي نزل قالوا له شات الشاجحة قال لهم ديروا لي حمام فوق السماء وتشوفوا الأذن كي داير أبو قشابجة أقول له الجواب ماشي هو غير كيشبه القشابة صافي فلتي فلهذا الإخوان واش بغيتي وتكون الدولة فرحانة بكم وتفتح لكم الأبواب وتفرش لكم الورود وما نعرف شنو إلى آخره واش هادشي ولأن الرجل فين كتبان إلا قديتي تقتحم في هاد الظروف حنا الإخوان من اللي جينا ماشي حزب سياسي كتبنا مقالا كتبوا السي عبد اللطيف الصدراتي حفظه الله وبارك في عمره سماه المسلمون الإسلاميون والمشاركة السياسية وقفات وزارة الداخلية أيامة البصري ما خلاتوش يخرج هذاك المقال غير مقال قلنا له ماشي معقول رحنا طبعنا الجريدة خصنا 8000 درهم على الأقل عطاونا 8000 درهم خداو الجريدة وداوه غير مقال في 92 أسرى حزب التجديد الوطني صفت لي السي بن شمسي رحمه الله اللي كان والي ديال الرباط رسالة تقول لي هذا الحزب لا يمكن تأسيسه لأنه يتعارض مع المقتضيات الدستورية ديال الدولة واش مشينا نعسنا ديك الساعات تنازلنا بقينا كنتجارو اتصلنا بحزب الاستقلال اتصلنا بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية اتصلنا ضر لي اتصلنا بشي حزب آخر ما اتصلناش ما عقلتش واش اتصلنا بالاتحاد الاشتراكي اتصلنا بحزب الشورى والاستقلال في الاخر لقينا الدكتور الخطيب بصعوبة فتح لنا الابواب ديال الحزب ديالو حتى هو كان كيسمع بلي حنا عملاء ديال الداخلية ولا بوليس ولا ما نعرف شنو الى اخره ما قنعوا غير واحد من الاخوان المسلمين كان مقيم في المغرب معظم الوقت لان بنته كانت مزوجة بمغربي وهو الشيخ حسن ابو رقيق رحمه الله مشى عنده وكان صاحبه قال له السي هاد الناس راه ناس مزيانين ومعقولين ماشي بحال داك النوع ديال الناس اللي تيجيو لعندك عاد باش فتح لينا المجال وعاد باش يعني دخلنا وكان مآمن السي عبد الكريم الخطيب ما غنديو حنايا حتى مقعد واذا به حتى جبنا 9 ديال المقاعد وخديناهم خرجناهم من فم السبع السياسه الاخ الكريم ماشي هي انتظر ان تكون الظروف جيدة وكذا الى اخره عاد وتكون عندك الضمانات وما يوقعش اسمح لي خص فهمتني ولا خصك تكون بطل في الظروف الحقيقية ماشي الظروف المتوهبة او الظروف